بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى من فوق عشان من أول محاضرة دي إن شاء الله العك الكبير. والله مش قصدي أصعبها عليكم، يعني إيه، بصوا هو ربنا يستر، هي أصلا بتاع مقرفة بس أنا مش بصعبها عليكم، بس هي فعلا تقيلة، فلو بمجرد ما تشوفوا الفيديو لازم تحلوا على طول. دلوقتي إحنا هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن حاجة اسمها projection. إيه بقى projection ده؟ اولا البروجكشن ده بيحصل فين؟ بيحصل في ال 3D drawing، تمام؟ طيب ال 3D drawing ده عشان يتم لازم يتنفس فين او بايه؟ الاول لازم يبقى 2D drawing، واحنا خلاص المفروض ان احنا في المحاضرات اللي قبل الميد تيرم عرفنا البوينت العاديه بتبقى 2 دي ازاي، اللي هي ايه الماتريسيز الكتيره دي. حلو كده، حلو كده. طيب برضو ايه البروجكشن دوت؟ ما فهمتش، احنا قلنا ان هو لازم على 3 دي. طب خلاص، يبقى البروجكشن ده تعريفه ايه؟ ده بقى الحاجه الوحيده اللي هينفع تتكتب بالظبط. هنقول ان هو مابينج ان دي او ان دايمنشنز تو ام دايمنشنز. ايه الكلام ده؟ بصوا واحنا مش فاهمين ده ايه يعني، بس هو المفروض ان هو دايمنشن سبيس وير الام اصغر من الان، برضو يعني ببساطة انا بغير اتجاهات او dimensions معينة بحيث ان هي تكون ايه dimensions تانية، يعني بغير ابعاد لابعاد تانية مثلا، يعني حاجة تكون مناسبة لل 3D. بمعنى تاني ان انا بيكون عندي مثلا dimension اهي، سوري خلينا مثلا 2D، بغير ال dimensions دي مثلا بحولها تبقى ايه 3D dimensions، يعني لو خلينا ان هي دي ال n direction انا بحولها ل directions تانية اللي هي ايه n direction، تمام؟ ماشي لحد كده الدنيا وضحت شوية. برضو هنقول تاني يعني ايه، انا بحول من ال high dimension للو دايمنشنز. ممكن لو حد شغل دماغه شوية يعني زي المفتكسين الكتير اللي موجودين بدون ذكر اسماء يقول ازاي يعني دي مش منطقية، يبقى هي ايه لازمتها لو انا بحولها من هاي للو؟ اجابتي هتكون معرفش، انا زي زيك، انا مش شكسبير، الدكتور قالها كده فاحنا نمشي ورا اللي هو قال كالعادة يعني. طيب ده بقى يودينا لحاجة تانية، مش احنا قلنا ان 3D لازم تبقى 2D الاول؟ معنى كده ان انا لما هاجي اعمل projection على 3D وحولها ل 2D او العكس، ال 3D dimensions matrix بتاعتي او الاحداثيات بتاعتي هتكون x1 مثلا و y1 و z1، دي كده هاي. هاجي احولها لو بعد البروجكشن هتبقى ايه؟ هتبقى x2 و y2 كده، بقت من هاي للو. من الاخر يعني شلنا بعد زيادة، يعني بدل ما كان فيه x و y و z بقى x و y بس وشلنا z. حلو كده، حلو كده زي الفل لحد دلوقتي. طيب عشان انفذ بقى العملية اللي اسمها ايه projection دي او يعني الاسقاط، هنفذها ازاي؟ لازم يبقى عندي عوامل، يبقى to achieve projection عشان احقق عملية الاسقاط دي لازم يكون عندي ايه؟ نغير اللون مثلا نخليه ازرق. اول حاجة لازم يكون عندي projector. ايه البروجيكتور ده؟ اللي هو السورس اوف لايت، مصدر الضوء بتاعي زي مثلا أشعة الشمس. حلو كده. تاني حاجة
البروجكشن سيرفس، اللي هو ايه؟ اللي هو السطح اللي هيتعمل عليه عمليه البروجكشن. هقول دلوقتي اكزامبل صغنن كده هيبين الحاجات دي كلها. البروجكتد اوبجكت طبعا مفهومه، الاوبجكت اللي اتعمل عليه البروجكشن. لا سوري معلش، البروجكتد اوبجكت يعني ناتج البروجكشن على اوبجكت تاني. ايه هو الاوبجكت تاني؟ اللي هو اوبجكت to be projected. يعني ايه؟ بالراحة جدا، object to be projected يبقى هو الاوبجكت اللي هيحصل عليه عملية البروجكشن. ناتج الاوبجكت ده بعد ما تعمل له بروجكشن اسمه ايه؟ اسمه projected object. تمام؟ وبرده دي الدكتور ما عدلهاش غير في تاني محاضرة في الموضوع ده. خامس حاجة اللي هي ايه؟ الفيور، الاخ اللي هيشوف ايه الحوار ده كله، او يعني اللي هيشوف البروجكتد اوبجكت. طيب نفهم تاني للناس اللي ما كانوش فاهمه. دلوقتي واحنا ماشيين في الشارع، مش احنا فوقينا الشمس؟ بصوا هي شمس معوقه شويه بس اهي. طيب الشمس دي بتعمل علينا ضوء اهو، مثلا احنا اهو الشمس بتعمل علينا ايه؟ ضوء. ثواني انا عايزه احط الارضي دي بنوته. انا برمي هنا دلوقتي مثلا نعملها بالاصفر اهو، انا برمي ايه؟ الضوء بتاعي ده كده. مين ده؟ البروجيكتور اللي هو السورس اوف لايت، اللي هي مين؟ الشمس. حلو كده، حلو قوي. ودوت مين دلوقتي؟ الاخت دي المفروض مش الفيور بقى، لا ما هي الشمس واقعه عليها هي، يبقى او بصوا مش مهم خليها هنا دلوقتي. يبقى الشمس هي واقعه عليها هي، يبقى دي مين؟ object to be projected. تمام. طيب وهي ماشيه بقى البنوته دي، مش بيبقى فيه هنا خيال على الارض؟ لنفرض مثلا هو ده خيالها اهو، طن طن اهو مثلا، ده الخيال بتاع البنوتة صح؟ طيب ايه هو دوت بقى؟ ده ناتج البروجكشن. يعني ايه؟ يعني هو البروجكتد اوبجكت. طيب ادي الخيال، الارض مثلا نعملها اهو بالازرق برضو، دي بقى الارض صح؟ صح كده؟ او ثانية معلش، دي الارض اهي، اهي دي الارض اللي اتعمل عليها الخيال، دي الارض اللي انا شفت عليها البروجكتد اوبجكت اللي هو الخيال بتاعي. يبقى دي هي ايه؟ هي البروجكشن سيرفس. حلو لحد كده؟ حلو قوي. انا بقى او يعني الفيور بتاعي، بصوا نرسم برضو ايه العين اهي عشان هو الدكتور بيحب دي قوي مش عارفه ليه. بروجكشن بقى اللي شاف كل الليله دي هو مين؟ او يعني اللي شاف اصلا دي مين؟ الفيور. يعني ايه ده؟ ابسط مثال والله عشان ابين بيه الدنيا كويس. حلو كده، يبقى احنا كده ايه؟ فهمنا الليله. يبقى الملخص بتاع الليله دي كلها هي عمليه ثبوت الضوء على حاجه، والحاجه دي الناتج بتاعها او يعني عشان العين بقى يشوفها هي البروجكتد اوبجكت. زي صورتنا على المرايه، النور طالما موجود وفي سيرفز اللي هي المرايه هشوف نفسي، بس لو نفسي دي بشوفها امتى؟ لازم يكون في نور في الاوضه. نفس الفكره بالظبط، فككوا بقى من الانعكاس والهكس اللي احنا خدناه في الفيزيكس ده، او يعني نمشي بكمله الجنان، يعني نمشي معاها في الجرافيكس كده. حلو، ادي البروجكشن اللي ضيعنا فيه بجد محاضره كامله كنا بنشرح في الهبل ده بس. فطبعا انا عشان ما يكونش ده مجرد فيديو وخلاص عشان الناس بس ما تتخضش، انا هعمل معاه في لينك كده تحت في الفيديو الماتريسيز بتاعت ال 3D drawing. فاكرين احنا في ال 2D كنا واخدين ماتريكس
صح كده، وحفظناها وبتاع وقعدنا نعوض بيها في الامتحان، اللي هي السكيلينج والترانسفورميشن او الترانسليشن والشيرينج والكلام ده كله. ال 3 دي برضو ليت ماتريكس، فاحنا عشان ما نضيعش فيها فيديو في الديسكريبشن بتاع الفيديو، يعني انزلوا في الفيديو من تحت هتلاقوا لينك، ده لينك الوان درايف، انا كتبت الماتريكس في ورق عشان الناس اللي اتلككت على حوار الكود يعني حسسوني ان انا خلاص فاضل اذاكر لهم. anyway يعني ربنا يسهل لهم. انا كتبت لكم الماتريكس في ورق عشان ما ضيعش فيها ورق في الفيديو زي ما عملنا في الفيديوهات القديمة، بحيث ان انا ان شاء الله الفيديو الجاي هشرح المسائل على طول وانتوا بقى تروحوا تتشكوا يعني في الورق ده الماتريكس. ده هيكون لينك وان درايف، افتحوا هتلاقوا 5 بيجز. هي الفايف بيجز دي انا كاتبه فيها الماتريكس كلها اللي احنا خدناهم في المحاضره، ومرقمهم بالترتيب عشان الناس ما تتوهش. هتلاقوا في الرينيمنج بتاعها 1 2 3 4 5.